بالاول يا جماعه، العربيه دي بي ام دبليو موديل 2019. طبعا احنا بدانا اول فيديو شرح مميز وبسيط وباختصار لحبايبي اللي زعلانين ان انا ما بقولش مواصفه ولا السعر. حقكم عليا، وفعلا لازم اقول كل عربيه مواصفتها ايه وسعرها ايه. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا وتدوسوا لايك وتكتبوا تعليق وتعملوا شير. العربيه زي ما قلت لحضراتكم دي موديل 2019 البي ام دبليو ال 520. طبعا العربيه دي اللي هي المستورده ال 1600 سي سي. العربيه عامله عداد 40000 كيلو. 40000 كيلو طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفرش بتاعها اللي هو الجملي عامله 41 بالظبط، 865. العربيه حالتها ممتازه، فابريكا بالكامل، فتحه سقف، وطبعا ازاز فاميه وجنوط سبور، تكييف خلفي سبورت لاين. طبعا الفئه بتاعتها ما تنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك وتكتبوا كومنت، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها باذن الله هتكون بالطريقه دي، علشان ما حدش يكون زعلان مني. الفتره اللي فاتت دي كلها انا بلم مشتركين وبوصل القناه لطريق او بحطها على الطريق، والحمد لله احنا وصلنا 21000 اخ واخت. ان شاء الله احنا مكملين مع بعض علشان نوصل لحد المليون مشترك مع بعض باذن الله. وان شاء الله العربيات عندنا كلها بالتقسيط، وكمان بالتقسيط المريح، وعندنا انظمه مختلفه، وتقدر في اي وقت تزور المعرض من الساعه 11 للساعه 11 صباحا لمساء. رقم تليفون المعرض 02-330-42173. عنوان المعرض 30 شارع احمد عراب المهندسين. اسم المعرض معرض سيارات عبد الله. طيب السعر بقى، علشان الناس اللي بتقول لي انت ما بتقولش السعر، تمام، ده دي اشكاليه اكبر من المواصفه. السعر 1,250,000. طيب انت النهارده مش عاجبك السعر ده، اكيد ان شاء الله السعر قابل للتفاوض. طيب محتاج تكشف على العربيه، اكيد المعرض بتاعنا طبعا اي عميل ليه الحق ان هو يكشف على العربيه في التوكيل، تمام. بالنسبه للسعر، بسعر السوق احنا هنبيع عربيتنا. اللي محتاج اي دعم، محتاج اي مساعده، تمام، زي ما قلت لحضراتكم المعرض ما يتوهش. العربيه هي بحالتها بكامل حريتك، تقدر تيجي تشوف عربيتك، تمام، كل حاجتها، طفايتها، حاجتها اللي بتبقى في المرور، كل حاجه موجوده في العربيه. واحنا زي ما احنا قلنا ان شاء الله الايام اللي جايه هنشرح اكتر وهنقول مميزات اكتر، وربنا يقدرني واذاكر العربيه كويس واقول كمان المواصفات الفنيه اللي هي التكنيكال داتا لكل عربيه. الموتور عباره عن ايه، الشاسيه طوله قد ايه، ابعادها ايه. انا بحاول والله بقدر الامكان ان انا ان شاء الله اخش المرحله دي. ادعوا لي وربنا يكرمني ويكرمكم، وان شاء الله نوصل مع بعض لحد المليون مشترك. شكرا ليكم ولدعمكم. كل اخواتي وحبايبي اللي زعلانين مني محدش يكون زعلان، واللي انتقدني او بيقول كلام عليا في الفيديوهات او كده، انا والله حقك فوق دماغي. حتى لو انا اللي مزعلك او انت مزعلني، انا لازم اسامحك وانت تسامحني. في حاجة بسيطة بالله عليكم، انا محتاج دعمكم. اي حد بيشوف الفيديو، الحمد لله انا واصل تقريبا فوق 4 مليون مشاهدة.